احنا يكمل ده السؤال عن معهد المحاماه وعن اكاديميه المحاماه. حد بيسال دلوقتي او كان من ضمن الاسئله احنا ليه بنعمل معهد المحاماه؟ لا احنا لازم نعمل معهد محاماه. اولا القانون بيقول لنا اعملوا معهد المحاماه. ثانيا المعهد ده اصبح ضروره وحافز لتطوير المحامي. انا في المعهد مش ضروره اعلمك قانون العقوبات، انت درسته وهتقدر تقراه وتقرا فيه وتقرا الاحكام وتتعلم في كل حته بطريقتك او بادائك، لكن انا لازم اعلمك ازاي تبقى محامي، ازاي تترافع، ازاي تتقدم الطلب بتاعك، ازاي تتعامل مع زملائك، ازاي تتعامل مع خصومك، ازاي تتعامل مع النيابه، ازاي تتعامل مع الشرطه، ازاي تتعامل مع كل الجهات المعنيه، لانه هذه التفاصيل هي دي اما ان تسد المنافذ الحياه قدام المحامي فيسيب المحاماه ويمشي، واما انه تتفتح له الابواب ويبدا ينطلق ويؤدي ويستمر في العطاء. لازم نحل ده مع بعض، ولازم ده يبقى موجود في مواد تربويه وايضا مع طريق المحاكاه، لازم يبقى في حوار حوالين هذا الموضوع علشان المحامي يبقى عنده قدره الاستمرار في العمل. المحاماه شاقه جدا، وايضا المحاماه مهنه غيوره، يعني المحاماه لا تقبل شراكه، لا تقبل الا العطاء المستمر، العطاء المغير بغير حدود، وبالتالي لازم انت كمان تبقى عندك استعداد لهذا العطاء وتشتغل فيه بـ 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 بنفس راضيه وبقبول وبحب. كلما كان ادائك للمحاماه بحب كلما كان امكانيه نجاحك فيها اعلى. الاكاديميه ضروره مهنيه وضروره علميه وضروره وطنيه. الاكاديميه دي يا اخوانا كليات الحقوق احنا زي ما انتم شايفين دلوقتي تقريبا في كل شارع في كليه حقوق، والاعداد اللي بتخرج من كليه الحقوق ضخمه، ووظائف العمل المختلفه تقريبا مسدوده، ما فيش حاجه. اللي بتعينه في النيابه 200 300، اللي بتعينه مش عارف في الشارع العقاري 100، اللي بتعين فين 50، وهكذا. اللي بعد كده يدور على شغل بره، اللي بيدور على عنده حرفه عنده استثمار يقعد في البيت. في ناس بتقعد في البيت فبدل ما يقعد في البيت يقول لك انا اخش بكابتن محامين واطلع الكارنيه، ويجي حد يقول له ما ندي له علاج واخوه يتعالج، ومش عارف اتخانق في محطه البنزين مع مش عارف مين المحاماه في خطر، اتخانق في اسم الشرطه مش عارف مع مين المحاماه في خطر، عمل عركه مع جيرانه المحاماه في خطر، عمل مع حماته خناقه المحاماه في خطر. انا اخوانا في حالات كده يعني يبدا الاشعار فيها انه في كارثه، الحقونا، المحامي ضاع، المحامي شوف في الاخر هو اتخانق مع حماته عضها عضته خلاص، ادي المساله. ونبقى مدخلين نقابه المحامين في بوابه مش بتاعه نقابه المحامين. لازم الناس تبقى فاهمه كويس، ما ده عشان خلوا بالكم بس عشان نكمل الكلام بشكل متسلسل. لانه اذا احنا دخلنا المحاماه ورفعنا رايه اي محامي عنده مشكله، ان شاء الله حتى مشكله شخصيه مع اخوه، تتدخل نقابه المحامين هتبقى كارثه. نوقف حال المحامين والمحاماه علشان نحل المشكله اللي بينهم تبقى كارثه. لا، انا معني بالمحامي في اداء عمله وفي اداء رسالته علشان اقدر افضله، علشان المحامين تقدر تأدي دورها. انما المشكلات الشخصيه والمشاكل العائليه والمش عارف ايه ده كله عبء علينا، وعبء حتى على الزماله، عبء على الزماله وعبء على الصداقه اللي بين المحامين وبين بعض، وايضا تستفز الاخرين. ليه تستفز الاخرين؟ هو مش وارد ان المحامي يبقى مرتكب جريمه عاديه، وارد، مش وارد ان يبقى مخطئ. هو ينفع كل محامي مش مخطئ؟ ينفع عشرات المحامين ومئات المحامين وفي الاخر نكتشف ان الموضوع كارثه؟ طب ما ده انت بتستفز القاضي وبتستفز المواطن وبتستفز النيابه، هو ايه الحكايه دي؟ كل ما يحصل حاجه مش عايزين ان حد يتحاسب، مش عايزين حد. لا، المحاماه لازم نبقى حاطين خيط رفيع بين او خيط واضح بين الاداء المهني للمحامي وبين ادائه الشخصي، علاقاته الشخصيه، حساباته الشخصيه، خناقته مع الورثه، خناقاته مش عارف مع ايه. ده امر احنا ممكن نقف مع بعض كاصدقاء كزملاء، انما مش مؤسسيه، ما ينفعش الوقوف المؤسسي فيها، لانها هنا دي مسائل شخصيه.
أيضا لازم المحامي كمان اللي عايز الناس تحترمه يحترم نفسه الأول. يحترم نفسه إزاي؟ إنه يحترم كل الناس، يحترم الصغير قبل الكبير. المحامي اللي يحترم الكبير بس وما يحترمش الصغير مش محامي، مش محامي محترم. ليه؟ لأنه ده معناه إنه خايف، ده معناه إنه منافق، معناه إنه مش مؤمن بالاحترام. أنت لازم تبقى مؤمن بالاحترام، إنه ده حق الآخرين معاك. لما يجي المحامي أولا من حيث يخطئ في حق نفسه ويروح اسم الشرطة ولابس شورت وبتاع وتيشيرت وخلاص ودخل يقول أنا فلان المحامي، وبعدين أنت فين الدفتر؟ أنا عايز الدفتر. أنت مش عارف إن أنا، أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ طب ما هو خلاص خلاص، ما احنا دخلنا في خناقة يا اخوانا. هذا الأداء وهذا السلوك هذا هو ده مفتاح، مفتاح خصومة أنت بتفتحه على نفسك. هو ينفع تدخل على حد في مكانه وتأمره وتنهاه وتنهره وتقول له انت وفين ومش عارف ايه وانت مش عارف انا مين؟ طب ما انت لو تخيل انت العكس بقى، تخيل لو حد دخل عليك فوت المحامين ان شاء الله 100 لواء ولا 100 مش عارف ايه لابس ايه وده ودخل يقول لك انت مش عارف، انت مش عارف انا مين، هتعملوا له ايه؟ لا يا ريت هتعملوا له صبر. لا اقصد ده رد فعل، هيبقى رد فعل طبيعي، واللي عمل كده مخطئ لانه هو اللي اقدم على هذا الامر. ده مش معناه ان احنا مخطئين، لا، فينا من يخطئ، فينا من يخطئ وفيهم ايضا من يخطئ، لانه السلوك العام. احنا حد بيقول ايه؟ طب احنا نعمل ايه في كل الخناقات اللي كل يوم في المحاكم دي وبين القاضي والمحامي والوكيل النيابه والضابط يا اخوانا 90% من المشكلات دي متعلقه بالسلوك، متعلقه بالتربيه. ونتكلم بصراحه، في محامين مش متربية، وفي قضاء مش متربيين، وفي وكلاء نيابة مش متربيين، وفي ضباط شرطة مش متربيين، وفي مش عارف مهندسين مش متربيين، وفي كل حاجة، في كده وفي كده. بس الأغلبية ناس محترمة، أغلبية المحامين محترمين، أغلبية القضاء محترمين، أغلبية الضباط محترمين. إحنا مش عايزين نخلط الأوراق، مش عايزين نجعل من الحالة الفردية ولا من العركة الشخصية عركة عامة وممنهجة ويبقى الموقف موقف ممنهج. لا، احنا اصحاب مصلحه في علاقات محترمه مع كل الناس، مع كل الجهات. لو احسننا تقديم انفسنا في التعامل مع الناس دي بالقطع هيقل 90% من المشكلات. طب ماذا لو اساء او اخطا او تجاوز؟ خلاص ده بقى اللي احنا بنقول عليه، ده اللي يستاهل انه تاخد ضده الاجراء. ما تسابش، بس في طرق رسمها لك القانون، مش من بينها انك تخش تكسر حد في مكتبه، مش من بينها انك تخش تضربه في اسم الشرطه او تقلب عليه المكتب في النيابه. مش من اختصاصاتنا، انما الشكوى، القلم، الورقه، تاخد حقك ونص. احنا اخذنا حقنا بالورقه والقلم في حاجات، في حالات كتيره جدا شريطه ان احنا نلتزم. انا اذكر وقعه حدثت في 2006 او 7 في مجمع الجلال، كان قبل ما يتحرق، كان قبل ما يتحرق، كان في جلسة في جنح مستأنف الحدايق. لا لا، غير العباسية، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني، دي مصيبة تانية. لا لا، دي كانت الجلسة دي أصلها، يعني أنا أذكر فيها شيء محترم للقضاء وللمحامين مع بعض. أنا بقدم لكم رسالة إيجابية في الموضوع. جلسة شغالة، القاضي كان شغال، جنح ما كانش جنح مستأنف، وفي محامية ما كانتش لابسة روب وما كانش لبسها يقول إنها محامية، يعني يدي أي انطباع آخر، وده اللي احنا بنحذر منه. وزي ما بقول لحضراتكم كده، خلوا بالكم من الانطباع الأول لأنه مهم. فلا، ما تقعد يا أستاذة ولا تقعد يا حجة. فقالت له أنا محامية. لها ولو، اقعدي لحبسك. بس هي هو قال الجمله دي، المحامين هبت وصارت، هو رفع الجلسه دخل القاعه. المحامين قررت انها تضرب وتمتنع عن العمل وتمنع القاضي من العمل. اتصلوا بيا من وهم في القاعه، قلت لهم ارجوكم الزموا اماكنكم، ما حدش يتحرك وما حدش يغلط وما حدش يتجاوز وما حدش يطول لسانه وما حدش يشتم، ممنوع. احنا هناخد حقنا بالاصول. كلمت رئيس المحكمه الشمال في ذلك الوقت الله يرحمه،
فبقول له حصل كذا وكذا 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 وكذا. فقال حاضر. قلت له أرجوك خلي الراجل يطلع يعتذر أو يقول إنه ما كانش يعرف إنها محامية وطردية للمحامين، والمحامين هتقبل الموضوع وهنعدي الدنيا وهنشتغل الجلسة. اتصل رجع قال لي، اتصل بيها تاني قال لي طب ممكن نخلي الحكاية دي لبكرة؟ أنا بحكي لكم وقائع يا أخوانا. قلت له أوكي، كلمت المحامين بكرة تيجوا، كان عنده سبت وحد واثنين. جينا الحد جوه المحامين قعدوا برضه بنفس الطريقة بنفس الأدب بنفس الالتزام. القاضي ما رضيش يطلع. هو قال طب ممكن حد من المحامين يخش جوه الأوضة وهو يعتذر لهم جوه؟ قلت له لا. هو غلط في المحامين قدام القاعة، لازم يعتذر في العمل. قال لي حاضر. طبعا زي ما في محامين بتسخن محامين، كان في زملاء له بيسخنوه، اوعى تطلع. لو طلعت المحامين هتاكلنا، المحامين هتعمل، المحامين المحامين. هو فعلا صمم انه ما يطلعش، واحنا صممنا ان احنا ما ندخلش. عارفين الحل كان ايه؟ انه اتنقل القاضي. اتنقل وجه قاضي تاني يوم الاثنين اعتذر للمحامين، والمحامين بست على دماغه كمان وانطرته لانه كان راجل محترم. احنا انا بقول المثال ده ليه؟ احنا كمان يا اخوانا مش اصحاب مصلحه ان احنا نهين القاضي ولا نوجه له اهانه ولا نسئله ولا نعتدي عليه. ده مش من مقتضيات المحاماه خالص. انت صاحب مصلحه انه القاضي ده يبقى محترم، لانه كلما كان القاضي محترم ومستقل كلما انت كنت امن على دعواك وعلى ادائك المهني معاه. فاحنا اصحاب مصلحه في ان احنا نعمل علاقات محترمه مع الناس، مش اصحاب مصلحه ان احنا نجر شكل ونعمل خناقه. خلوا بالكم يا اخوانا خصوصا في فترات الانتخابات بقى تبدا اللي عايزين يترشحوا وعايزين يلفتوا الانظار حادثه لاي حادثه قد كده، ومحاماه شير على الفيس الحقونا مش معودين احنا معتصمين احنا مش هنسيب البتاع احنا هنموت احنا هنكسر، وفي الاخر نلاقي نفسنا داخلين في حيطه لان احنا لا نحسن اداره الازمه. البواعث غير المنضبطه غير المهنيه غير اللي فاهم محاماه بتضيع الدنيا بتضيعنا. انا مش صاحب مصلحه ان انا ادخلكم في خناقات مع كل الناس. انا صاحب مصلحه في تحجيم كل معركه على قدها، كل خلاف على قده. طب ما في ضابط ضرب محامي في المحل، بس دي حادثه فرديه مش حادثه عامه، بدليل ان وزير الداخليه وقف عن العمل، وقف كل الضباط اللي تجاوزوا بتطاولوا بقله ادب على المحامين عن العمل، واحيل واتحبس اكثر من 45 يوم في 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 في, في ضرب لم يثبت فيه حتى الان اي شيء اكثر من ذلك، لان احنا خدنا حقنا بالورقه والقلم، خدنا حقنا بالاصول، حافظنا على العلاقه المحترمه. لا ده مش معناه ان ضباط الشرطه وحشين، لا لا لا، ما هم اهالينا يعني، هم في النهايه ما انت هتلاقي لك اخ ولك اب ولك زوج اخت انت صاحب مصلحه انك تبقى على علاقه طيبه مع كل الناس، بس اللي سيء ناخد حقنا منه، بس هو مش نوسع. تقول حد مش عارف يقول وكيل نيابه مثلا قال كلمه في حق محامي، بدل ما ناخد الاجراء ضده وكيل النيابه نعمل اضراب قدام القضاء ونمنع مش عارف مين من يخش المحكمه. طب ليه؟ دي حاجه ودي حاجه، على قد الازمه نديرها، انما الاداره المفتوحه الاداره المتطوعه الاداره اللي وراها مناهج غير سوية وبتبحث عن الشو وبتبحث عن المنظرة وعايزة اسم ينزل وفيس وعنوان ويبان انه هو حامي حمل المحامين من غير لازمة ومن غير ما يعمل حاجة غير انه بيورط المحامين. ساعة الازمة مش بتلاقوا حد من دول ومش هتلاقوهم، لانه في النهاية دول مهمتهم بس التسخين. لكن ده مش معنى ان احنا نسكت عن حد، احنا بنقول كده بوضوح، اللي هيتطاول على المحامين هنقطع ايده، بس هنقطع ايده بالقانون بالإجراء الصح مهما كانت وظيفته، بس بالأصول. وفي نفس الوقت المحامي اللي هيتطاول ويضيع ويهز هيبتنا ويمسها ويجرجرنا في إساءات لازم نحاسبه. ما ينفعش كمان الضابط يشتم فيتوقف والمحامي يشتم ونسيبه ونسقف له ونقول أصل ده محامي معارض، ما ينفعش، ده كلام لا يليق
ومش هن... مش هن... ومش هنعدي الحكايه دي تاني، مش هنعدي الحكايه دي تاني. اللي هيغلط مننا هنحاسبه على قد خطأه، على قد خطأه، من غير تعسف ايضا ومن غير تقصير.